السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إزيكم يا شباب تالتة ثانوي، عاملين إيه؟ معانا النهاردة إن شاء الله نص التكافل الاجتماعي في الإسلام. طبعا إحنا عارفين شرحنا نص الكنيسة نورت، وقسمنا النص لقسمين. القسم الأول كان فيه أهم المرادفات وأهم الأفكار، وفيه كمان عندنا أهم مواطن الجمال وكمان أهم الإيحاءات. وعملنا القسم الثاني خاص بالتعليق واهم الاسئله اللي موجوده فيه. زي ما اشتغلنا على نص الكنيسه نورت، بنشتغل برضو على نص التكافل الاجتماعي في الاسلام. فمعانا النهارده ان شاء الله الجزء الاول في النص، وهي اهم المرادفات واهم الافكار اللي موجوده في النص واهم الجماليات واهم الايحاءات، ده في اخر مين؟ في اخر النص. ومعانا ان شاء الله الحلقه الثانيه، ودي هتكون بالنسبه لنا في التعليق، كلها بتتكلم عن مين؟ عن التعليق. تمام؟ مش عايز اطول عليكم وعايز ابدا على طول. خدوا بالكم يا جماعه، انا مش بشرح النهارده شرح تفصيلي، انا بتكلم على اهم حاجات موجوده في النص عشان تبقوا واخدين بالكم معايا كده. مبدئيا في البدايه، لو انا بتكلم على النص، نص التكافل الاجتماعي في الاسلام، فهو كاتب هذا النص واحد او كاتب يسمى احمد حسن الزيات. يبقى كاتب هذا النص يسمى احمد حسن الزيات، وهذا النص ينتمي الى فن المقال، وكل الكلام ده بالتفصيل هتلاقوه في الجزء الثاني اللي هو جزء مين؟ التعليق. تعالوا نبدا مع بعض كده واحده واحده في اهم المرادفات اللي موجوده في نص التكافل الاجتماعي في الاسلام. فلو انا في البدايه عندي اول مرادفات، عندي في البدايه ادي، لو باين قصادكم ان شاء الله كده يكون باين كويس. اول حاجه بيقول لي كلمه الكسر، وكلمة الكسر بمعنى التخفيف والتسكين، يبقى الكسر بمعنى التخفيف والتسكين. تاني حاجة بنقول كلمة حدة، والعكس من كلمة حدة ضعف، يبقى عكس كلمة حدة ضعف. أما كلمة الفقر فالجمع مفاقر، مفاقر. تمام؟ يسرعوا، يسرعوا عكسها يحييه، أسرعوا عكسها يحييه، وطبعا بمعنى يهزمه. تمام؟ وينتصر عليه. كلمة سواد المراد القرى، يعني لما بيقول لك كلمة سواد العراق المراد بها قرى العراق. وجمع كلمة ريف أرياف وريوف، جمع كلمة ريف أرياف وريوف. أما كلمة قلم بمعنى قطع، والعكس قص وقص، يبقى كلمة قلم بمعنى قطع وقص. بعد كده كلمة كلوم المفرد كلم، وطهر عكسها دنس. وكلمة والكلمة وقاهم، وكلمة وقاهم بمعنى صانهم. وكلمة كفاهم بمعنى عكسها أصابهم. وكلمة داء جمعها أدواء. استقاد بمعنى خضع وذل، والعكس منها تعالى وتكبر. يا ريت تكتب المعاني دي ورايا، المعاني اللي بقولها دي كلها مهمة جدا. يبقى كلمة آخر حاجة وقفنا عندها، كلمة استقاد بمعنى خضع وذل، وعكسها تعالى وتكبر. كلمة جوف الجمع أجواف. أما الوئام المراد بها المودة، والعكس العداوة. جمع كلمة أو عكس كلمة داء دواء. غوائل المفرد غائلة. مقاصد بمعنى أهداف والمفرد مقصد. السحت بمعنى الحرام الجمع أسحات. العلائق بمعنى الصلات والمفرد علاقة. الغرائز بمعنى غريزة، والعكس تمام كده اشمئزاز. السفارة بمعنى إقامة علاقة، والعكس القطيعة. نافلة بمعنى زيادة والجمع نوافل، والعكس فرض. القناعة بمعنى الرضا والعكس الطمع. رغب بمعنى حبب والعكس كره. البائس من اشتدت حاجته، والجمع ووائس. وقاهم حفظهم والعكس ضيعهم. أمضت يعني آلمت وأوجعت، والعكس أسعدت. قودت يعني هدمت، والعكس بنت. جرائر بمعنى جنايات والمفرد جريرة. حجته بمعنى دليله، والجمع حجج وحجاج. الكف بمعنى الغض، تمام كده، والتقليل والعكس الزيادة. كفاح بمعنى مواجهة والعكس تقاعس. الطمع بمعنى رغبة الاستحواذ والعكس القناعة. الاعتراف بمعنى الإقرار والعكس الإنكار. عذرا على السرعة، لأن أنا مش محتاج إن أنا أفعل الكلام ده كتير، الكلام اللي أنا هحتاج هتكلم عنه واحدة واحدة. يعارض بمعنى يقاوم والعكس يؤيد. مالك الجمع ملاك. أشح بمعنى أبخل والعكس أكرم. كفار بمعنى أرض خالية من الماء والناس، والجمع عمار والعكس عمار، والعكس عمار، والمفرد كفر. مكابدة بمعنى معاناة والعكس راحة. تطفيف بمعنى نقص ميزان أو نقص الميزان والعكس توفية. تربو بمعنى تزيد وعكسها تنقص.
حسبك بمعنى يكفيك اسم فعل مضارع، كلمة جرائر بمعنى جنايات والمفرد جريرة والعكس حصانة، آس بمعنى عالج والعكس أمرض، بوادر بمعنى مقدمات والمفرد بادرة، طهر بمعنى نقى والعكس دنس، أمنع بمعنى أقوى والعكس أضعف، أميا بمعنى لا يقرأ والجمع أميون، الأزلي بمعنى الأبدي والعكس الحديث، قمع بمعنى قهر وأذل والعكس أعز وأكرم، أما كلمة تضرية بمعنى الإثارة بشدة والعكس سكون. دي أهم المرادفات اللي موجودة في النص ده، لازم تذاكرها بمنتهى القوة، ولازم تذاكرها وانت فاهم كويس جدا. خدوا بالكم يا جماعة، وانتوا جايين معايا، أول حاجة بتكونوا مذاكرين النص، بعد كده بتبدأوا تشتغلوا على النص معايا، أو على الأقل عندكم فكرة عامة عن النص عشان تقدر تستوعب الكلام اللي أنا هقوله. تعالوا نبدأ نتكلم واحدة واحدة في أفكار النص اللي قصادنا ده. اولا افكار النص، بيبدا النص في البدايه ان هو بيؤكد ان الاسلام كان مدركا تماما لقضيه او اهميه معالجه قضيه الفقر، فقال ان عالج الاسلام الفقر علاج من يعلم انه اصل كل داء ومصدر كل شر. وبعد كده الكاتب بدا يؤكد الفكره بتاعته دي باكتر من شكل واكتر من طريقه، اهمها في اخر الفقره لما بدا يلجا للاحصاء والعد، فبدأ يعدلي بيقول إن الحج ذكر بعدد والصلاة ذكرت بعدد، أما الزكاة والصدقات فإذا بحثنا في القرآن والسنة أو إذا بحثنا في الآيات فسنجد أن عدد آيات الزكاة والصدقات إنها تربو على مين؟ تربو على 50. يبقى الفكرة الأولى اللي بيتكلم فيها الكاتب من خلال النص هي إدراك الإسلام التام لمشكلة الفقر. بعد كده انتقل بيا الكاتب إن هو بدأ يبين مجموعة من الحاجات، فبدأ يبين الأسباب اللي أدت إلى اختيار جزيرة العرب تحديدا، فقال إن لله عز وجل لما اختار جزيرة العرب أو اختار بلاد الحجاز تحديدا لنشر الإسلام فيها، قال لك اختار أشح البلاد طبيعة، وده لسبب، لأنه إذا استطاع أن يهزم الفقر في بلاد شحيحة بالموارد أو قليلة الموارد مثل بلاد الحجاز، كان من السهل واليسير أن يهزم الفقر في بلاد أشد أو أكثر مواردا مثل مصر والعراق. بعد كده الكاتب بيبدأ يبين لي الأسباب اللي أدت إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أميا واختيار النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، فاختار النبي أميا ليكون أبلغ لحجته، وكأن الله عز وجل هو من علم النبي، يبقى اختاره أميا ليكون أبلغ لحجته، واختاره فقيرا ليكون أظهر لقوته. بعد كده من ذكاء الكاتب إن هو بيبين حال جزيرة العرب قبل وبعد الإسلام، فبيقول إن حال جزيرة العرب قبل الإسلام كان ينتشر فيها كل شيء محرم، فتجد في جزيرة العرب تدريات الغرائز بمعنى إثارة الغرائز ومكابدة الحرمان ومعاناة الغزو إلى آخره من الحاجات، ومعاناة الغزو بمعنى الحروب المنتشرة، وكانت جزيرة العرب تشبه الأشلاء الدامية التي تقطر بالدم. ولكن حينما جاء الإسلام فبدل هذا كله، فبدل هذه الأشلاء الدامية بجسما واحدا شديد الأسر عارم القوة، راح مبدل لي كل الأجزاء اللي كانت بتقطر بالدم دي بجسم واحد شديد الأسر عارم القوة. وفي اللحظة دي بيحصل عندي إن هو بيبدل هذه النظم الفاسدة، كلمة نسخة بمعنى بدل، بدل هذه النظم الفاسدة تمام بدستور متين القواعد عارم القوة. الدليل على أهمية الدستور ده هو الكاتب بيأكد عليه وبيقول لي لو أنت، الدليل على أهمية الدستور اللي وضعه الإسلام، قال لك لو أنت أخذت هذا الدستور في هذا العصر الحديث تمام كده، أو أخذه المصلحون في هذا العصر الحديث لوقاهم شرور الحرب التي أمضت حياة مين؟ أمضت حياة البشر. يبقى دي النقطة الثانية، حال جزيرة العرب قبل وبعد مين؟ الإسلام. بعد كده بيتكلم إن الإسلام عالج الفقر عن طريق الزكاة والصدقات، فجعل للفقير حقا معلوما في مال الغني لا يكتمل دينه إلا بأدائه. قال لك إن الإنسان الفقير ليه حق لا على الإنسان الغني لابد أن يؤديه، وهي طبعا فرض الزكاة، وهو الفرض الثالث أو الركن الثالث من أركان مين؟ من أركان الدين. بعد كده قال لك إن الإسلام مش بس لما عالج قضية الفقر في آخر النص عالجها بس عن طريق مين؟ فرض الزكاة أو عن طريق الزكاة والصدقات، لا، قال لك لا، ده عالجها تاني بشكل مين؟ بشكل اجتماعي، إن هو يقيم علاقة بين الإنسان الغني والفقير، إن هو يغض من صورة الطمع والإشراف الطموح إلى آخره، وقال لك إن الإنسان الفقير بدأ يمدحه
مين بالتعفف في الاخر خالص، بيقول لك ان لو الانسان، لو الناس ادت ما عليها او ادت حقوق الله عليها، ستذوق نعيم الارض ونعيم مين السماء، يعني هتعيش سعيده في الارض وترزق بالجنه ان شاء الله في النهايه. يبقى افكار النص تاني سريعا كده بقى، اتكلم على ادراك الاسلام لقضيه الفقر، بعد كده انتقل منها الى اسباب اختيار جزيره العرب، انتقل منها الى اسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اميا، بعد كده اسباب اختياره فقيرا، حال جزيره العرب قبل الاسلام، حال جزيره العرب بعد الاسلام. انتقل من النقطه دي ان هو بدأ يتكلم عندي على فكرة معالجة الاسلام للفقر عن طريق الزكاة والصدقات، ومنها بدأ ينتقل الى اخر فكرة وهي معالجة الاسلام للفقر عن طريق اخر، وهو غير طريق مين الزكاة والصدقات اللي اقامة علاقة الى اخره. ده بالنسبة للافكار بتاعت مين النص. تعالوا نبدأ نتكلم على الجماليات الهامة اللي موجودة في النص. اول حاجة هتكلم عنها، طبعا نركز مع بعض، اول حاجه هتكلم عنها هي الصور البيانيه الهامه اللي موجوده في النص. فنبدا مع بعض واحده واحده. اول صوره عندي بيقول لك كلمه اشد البلاد، اشح البلاد. طبعا الشح او البخل يتصف به الانسان، فاصبحت بالنسبه لي هنا استعاره مكنيه، شبه البلاد بانسان شحيح، وسر الجمال هنا التشخيص، يبقى استعاره مكنيه، شبه البلاد بانسان شحيح، وسر الجمال عندي من هنا التشخيص. بعد كده بيقول لي كلمه طهر الاموال، طبعا الاموال ما ينفعش ان انا اطهرها، يبقى استعاره مكنيه، شبه الاسلام بانسان يطهر، او شبه الاموال بشيء يطهر. لو انا قلت شبه الاسلام بانسان يطهر يبقى سر الجمال التشخيص، اما لو شبهناها بشيء يطهر هيبقى سر جمال التجسيد، او ينفع التوضيح هنا بس خلينا في التجسيد افضل، او التوضيح الاثنين صح، التوضيح او اي واحده. طيب جرائر الجوع عندي هنا تشبيه بليغ مبتكر، تشبيه بليغ مبتكر من الكاتب، حيث انه شبه الجوع بمين؟ بالجرائر، وسر الجمال هنا التوضيح. غوائل الفقر تشبيه بليغ، شبه الفقر بالفساد، وسر الجمال التوضيح برضو. الكسر من حدة الشهوة، ودي استعارة مكنية، شبه الشهوة بشيء مادي يكسر، أو شيء مادي له سن يكسر، وسر الجمال هنا التجسيم، لأن جعل الشيء المعنوي شيئا ماديا ملموسا. بعد كده عالجه بالسفارة بين الغني والفقير، فدي برضو استعارة مكنية، شبه السفارة بدواء، استعارة مكنية، شبه السفارة بدواء، وسر الجمال التجسيم. تهدأ ضلوع الحاقد، وده كناية عن أثر الذكاء في المجتمع، يبقى تهدأ ضلوع الحاقد كناية عن أثر الذكاء في المجتمع. أما كلمة الداء لما قال لك عالج هذا الداء الأزلي، فدي شبه المشاكل اللي بيعاني منها العرب بمين؟ بالداء، أصبحت استعارة تصريحية، شبه الفقر بالدواء، وسر الجمال هنا التوضيح. اكتب ورايا، اكتب ورايا، مش هتندم، اكتب ورايا. ليسرعوا في أمن حصونه، ودي استعارة مكنية، شبه الفقر بشخص يسرع، وسر الجمال التشخيص، شبه الفقر بشخص يسرع، وسر الجمال التشخيص. أما كلمة يجنيه الفقر فدي استعارة مكنية، شبه الفقر بإنسان جان، أو بإنسان يجني، وسر الجمال برضو التشخيص. تمزيق العلائق استعارة مكنية، شبه العلائق وكأنها ثوب يمزق، أو كأنها شخص، أو شبه الإسلام، شبه العلاقة وكأنها شخص إيه؟ يمزق، وده سر الجمال التجسيم. الحق هو الركن الثالث من الأركان الخمسة، تشبيه، شبه الدين بشيء يكتمل، تشبيه، شبه الدين بشيء يكتمل. أما الغض من إشراف الطمع، استعارة مكنية، شبه الطمع بإنسان مسيطر، الغض من إشراف الطمع، استعارة مكنية، شبه الطمع بإنسان مسيطر، وسر الجمال التشخيص. يقر السلام، استعارة مكنية، شبه السلام بشيء مادي يثبت ويقر به، وسر الجمال التجسيم. كفاح الفقر، استعارة مكنية، شبه الفقر بعدو يكافح، يبقى سر الجمال التشخيص. فإن الفقر إذا انهزم، استعارة مكنية، شبه الفقر بإنسان يهزم، وسر الجمال التشخيص. الأشلاء الدامية، استعارة تصريحية، شبه تمزق العرب بالأشلاء، وسر الجمال التجسيم، يبقى الأشلاء الدامية استعارة تصريحية. كلمة القلوب، مجازي مرسل علاقته الجزئية. أما كلمة كلوم الفقراء، استعارة تصريحية، شبه المتاعب اللي بيعاني منها الفقراء بمين؟ بالجروح والكلوم، وسر الجمال هنا التجسيم. قلم أظافر الفقر، استعارة مكنية، شبه الإصلاح بإنسان يقلم، وسر الجمال التشخيص.
أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، أو الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، استعارة مكنية. شبه الإسلام ببناء وسر الجمال التكسيم. أركان الإسلام استعارة مكنية. شبه الإسلام ببناء له أركان وسر الجمال برضو بالنسبة لنا التكسيم. تضرية الغرائز استعارة مكنية. شبه الغرائز بوحوش وسر الجمال التكسيم، بوحوش بنقاومها، سر الجمال التكسيم. عصم النفوس استعارة مكنية. شبه الإصلاح بإنسان يحمي النفس من القتل، وسر الجمال هنا التشخيص، لأن شبه الإصلاح بإنسان يبقى سر الجمال التشخيص. دستور متين القواعد، تمام كده. شبه الدستور ببناء له قواعد، يبقى برضو استعارة مكنية، سر الجمال التكسيم. ظلال الرخاء استعارة مكنية. شبه الرخاء بشجرة لها ظل، وسر الجمال التكسيم. عالج الإسلام الفقر علاج من يعلم، تشبيه بليغ، حيث شبه الفقر، تمام كده، بشخص يعالج، سر الجمال هنا التشخيص. خدوا بالكم معايا هنا. وقد أوشك هذا العلاج أن يكون بعد توحيد الله، كناية. كناية عن إيه؟ حيث كان بها الكاتب، حيث كان، ركزوا معايا كده، حيث كان بها الكاتب عن مدى اهتمام الإسلام بعلاج الفقر. مهمة 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 مهمة. يبقى هنا ماذا كان الكاتب بهذا التعبير؟ كان مدى اهتمام الإسلام بعلاج الفقر. يبقى هنا ماذا كان الكاتب بقولي قد أوشك هذا العلاج كان بها مدى اهتمام الإسلام بعلاج الفقر وتطهير المجتمع منه. خدوا بالكم بعض المحسنات البدعية المهمة في النص. أولا الجمع بين كلمة داء وعلاج طباقي يوضح المعنى. أصل كل داء، مصدر كل شر، ازدواج يعطي جرسا موسيقيا. أشح وأشد، جوف وخوف، الفقر وكفار، كل ده بينهم جناس، ناقص يعطي جرسا موسيقيا. علاقة جملة قلما أظافر الفقر وآس كلوم الفقراء بما قبلها نتيجة لما قبلها، أن قلما أظافر الفقر وآس كلوم الفقراء نتيجة لما قبلها. علاقة تضرية الغرائز، تمزيق العلائق بقوله يجنيه الفقر، تفصيل بعد إجمال. ليصرعوا في أمن حصونه، تعليل لما قبلها. كانت هزيمته نتيجة لما قبلها. لم يبعث بها الله محمدا آخر الدهر إلا لينقذ الإنسانية، أسلوب قصر، عن طريق النفي بلم والاستثناء بإلا، الغرض منه التخصيص والتوكيد. إنما جعل الفقير، تمام، فهنا أسلوب قصر برضو باستخدام مين؟ إنما، أدابه تفيد الحصر بس ماليش دعوة بيها دلوقتي. أسلوب قصر باستخدام مين؟ إنما، الغرض منه التخصيص والتوكيد. بعد توحيد الله، ده اطناب الاعتراض للاحتراس من الفهم الخطأ. فعشان ان هنا توحيد الله هو اهم حاجة في الدين، فما ينفعش حاجة تتقدم عليه، فقال لك فقد اوشك هذا العلاج، وراح حاطط لي كده بعد توحيد الله، فده اصبح اطناب الاعتراض للاحتراس من الفهم مين؟ الخطأ. اعطى وآس وآثر، كل ده إجاز بحذف المفعول به، المفروض أعطى كل شيء، وآس الجروح، وآثر إلى آخره، طبعا كل ده إجاز بحذف المفعول به، ولما بحذف المفعول به بيكون غالبا الغرض منه العموم والشمول. فتهدأ ضلوع الحاقد، الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب وتعتبر نتيجة لما قبلها. يبقى هنا فتهدأ ضلوع الحاقد فيها ترتيب وتعقيب وبرضو فيها نتيجة لما إيه؟ قبلها. صيغ المبالغة أرفع وأكثر وأوفر، جاءت لتوكيد المعنى. والكلام طبعا لما هنيجي نتكلم على التعليق هيختلف، مش هشرح بالطريقة دي خالص، فركز في الحلقة اللي جاية، مش الحلقة دي، أنا عايزك تكتب معايا النهاردة بس وتحفظ الكلام ده، أما الحلقة اللي جاية طبعا هي اللي فيها الكلام كله. صيغ التفضيل أرفع أكثر أوفر، كل دي جاءت لتوكيد المعنى. لا يكتمل دينه إلا بأدائه، أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد، عن طريق النفي بلا والاستثناء بإلا. أسرع وأسهل، ده اسم تفضيل يدل على مدى السرعة والسهولة في القضاء على الفقر. يبقى أسرع وأسهل اسم تفضيل يدل على مدى السرعة في القضاء على الفقر، لذلك كلمة أسرع وأسهل أفضل من كلمة سريعة وسهلة، لأن أسرع وأسهل تدل على مدى مين؟ السرعة. آسى توحي بقدرة الإسلام، خدوا بالكم بقى في الإحاءات اللي هتيجي دي، كلمة آسى توحي بقدرة الإسلام على علاج آثار الفقر. يبقى كلمة آسى توحي بقدرة الإسلام على علاج آثار الفقر. الفاحش
تنفر من مصدر هذه الأموال أو تنفير من مصدر هذه الأموال. يبقى هنا لما ذكر الكاتب كلمة الفاحش للتنفير من مصدر هذه الأموال، وهو الربا مين؟ الفاحش، للتنفير من مصدر هذه الأموال. العطف بالواو داخل النص يفيد التعدد، تعدد أساليب العلاج. يبقى العطف بالواو داخل النص أو خاصة في الفقرة الأخيرة والقبل الأخيرة تدل على تعدد أساليب العلاج، تمام كده؟ طيب كلمة الأزلية، خدوا بالكم الإيحاءات اللي جاية دي بقى ورا بعضيها. الأزلية تحب قوة هذا الداء وتأصله. يبقى كلمة الأزلية تحب القوة والتأصل، كلمة الأزلية تحب القوة والتأصل. أمضت تحب شدة إرهاق الناس، بشدة إرهاق الناس. يبقى أمضت توحي بشدة إرهاق الناس. أوشك، أوشك طبعا اختيار موفق من الكاتب. ليه؟ لأن الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام وليست الزكاة. يبقى كلمة أوشك اختيار موفق من الكاتب. علل، لأن الصلاة هي الركن الثاني في الإسلام وليست الزكاة. مكابدة الحرمان كناية عن البؤس والشقاء، وتوحي برضو بالبؤس وإيه؟ والشقاء. عنت الكبراء كناية عن تحجر عقول السادة، وبرضو توحي بتحجر العقول. يبقى عنت الكبراء، خدوا بالكم الاتنين دول مهمين، مكابدة الحرمان، عنت الكبراء. يبقى مكابدة الحرمان كناية عن البؤس، عنت الكبراء كناية عن تحجر مين؟ القلوب. وصف كلمة الأشلاء بالدامية مهمة، تدل على شدة التمزق. يبقى وصف كلمة الأشلاء بالدامية تدل على شدة التمزق. أما وصف كلمة الربا بالفاحش لتنفير الناس من الربا، وصف كلمة الربا بالفاحش لتنفير الناس منين؟ من الربا، ويدل على قبح الربا، وتدل على قبح مين؟ الربا. يبقى علامة تدل وصف كلمة الربا بالفاحش تدل على قبح مين؟ الربا. طب أثرها لتنفير الناس منين؟ من الربا. عالج الإسلام الفقرة علاج من يعلم، كلمة مهمة توحي بإدراك الإسلام لمشكلات المجتمع. عالج الإسلام الفقر علاج من يعلم، توحي بإدراك الإسلام التام لمشكلات المجتمع. بعد كده غوائل الفقر توحي بفظاعة الفقر، غوائل الفقر توحي بفظاعة وبشاعة الفقر. الدرك الأسفل من حياة البهائم، الدرك الأسفل من حياة البهائم دي تدل على شدة الانحطاط، تدل على شدة الانحطاط، تمام؟ يبقى الدرك الأسفل من حياة البهائم تدل على مين؟ على شدة الانحطاط. عصم النفوس من القتل الحرام أحسن ولا عصم النفوس من القتل؟ لا، عصم النفوس من القتل الحرام، لأن هناك من القتل ما هو مباح مثل قتل القاتل. يبقى عصم النفوس من القتل الحرام أفضل من عصم النفوس من القتل، لأن هناك من القتل ما هو مباح مثل قتل مين؟ القاتل. بكده أنا وصلت لنهاية حلقة النهاردة، اتكلمنا على أهم المعاني، اتكلمنا على أفكار النص، أخدنا أهم مواطن الجمال اللي موجودة في النص. اعذروني إن أنا أخدتها بشكل سريع كده، لأن ما ينفعش إن أنا أشرح فيها، الحلقة هتطول مني جدا وده ما كانش ينفع خالص، تمام؟ ولكن الكلام اللي أنا قلته لازم تكتبوه ورايا إن شاء الله تعالى، ربنا يكتب الخير. الكلام اللي أنا قلته هتلاقي إن شاء الله شبهه بالظبط في الامتحان، مش هيختلف، بس المهم عندي تنتظر الحلقة اللي جاية فيها التعليق، دي هتتشرح إن شاء الله على السبورة بشكل مختلف تماما، وإن شاء الله تستمتعوا معنا، واحنا معاكم دايما زي ما قلت لكم، ومش هنقصر معاكم، دايما مستني الاسئله بتاعتكم على الخاص، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا النهارده، واشوفكم لما يذر ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.